اكون خويا يديروا معنا شي حل. راه الماط دخلنا ليه اليوم حطوا لينا صعيب بزاف. ديك الداله راه خاص افلاطون ما يخدمهاش ديك الداله. البارح الفيزيك حطوا لينا مشانشط قلنا هانيه. واش انا اليوم الماط اخويا راه بزاف علينا اخويا. حنا غنشوفوا من العشيه في الساعه باش غيديروا معنا عاوتاني بزاف اخويا. البارح فيزيك دخلنا اتقهرنا ثلاثه السوايع ما كداتناش اخويا. يديروا معنا شي حلات الاساتذه ديال لونغلي البارح اصاحبي. انا خويا لونغلي الا قرينا شي 3 سنين دابا حطاني لنا مشانشطه بزاف اصاح. حاطيني لنا المغرب حتى المغرب كون كان فيه الزنك وما بقاوش فيه حنايا اصاح. ويديروا معنا شي حل اخويا في هذا المغرب هذا راه بزاف. راه العام الثاني في الباك بزاف اخويا هادشي علينا اخويا. ديروا معنا شي حل. اي دارنا انا هنايا غير مشيت بدات الحطه غنهود البحر واقيلا دابا انا محال غندوز كاع هاد لونغلي اخويا. اش غنقول لك يديروا معنا شي حل وصافي والله العظيم. خويا امتحان داز في المتناول و الا كنتي مراجع ومحافظ هذاك الشيء و كنتي كتبريباري من الاول راه غيجيك ساهل. انت الا ما كنتي لا مبريباري ما مراجع ما والو راه باينه غيجيك صعيب. والاساسيه راه كاينين شي وحدين قلالين اللي كيتعاونوا معاك وكاينين فهمتيني تما الحراسه ديالهم في المتناول ما كيضغطوا عليك ما كيجي يوقفوا عليك ما والو. كيبقاو من بعيد حاضرين كيشوفوك جبتي شي حاجه يجيو عاد كيدويو معاك بشويه. يقولك خويا الله يرحم الوالدين جمع هذاك الشيء راه غتشري لنا الصداع وكشي. اللجنة راه كيدورو ودايرين خدمتهم وبخير الحمد لله. كيفاش الخدمة ديال الماتش؟ الماتش جات شوية صعيبة شوية صعبوا معانا في واحد الأسئلة. المقارنة مع المواد ديال البارح؟ الفيزيك سهلوا معانا، لونجلي تاهي سهلوا معانا، اليوم الماتش نشطوا معانا شوية، باقي علينا الفلسفة و اس في تي. أما خويا كانوا الأجواء ديال الامتحانات بينو وبين ماشي صعاب بزاف وماشي ساهلين، ولكن الأساس تاهم زايرين. كاين اللي كتلقى راخفين معاهم وكاين اللي كتلقى محبسين معاهم بزاف. ان شاء الله نجيبوا شي ماده اللي يكون مزيان ونفرحوا الوالدين وصافي. كيفاش كانت الماده ديال الماتش؟ خويا الماتش تقريبا في المتناول، لي فونكسيون لي سويت لانهم كومبلكس ما بيهمش ما صعيبش وما ساهلش عاوتاني. كيبقى عاوتاني على حساب انت واش خدمتي مزيان ولا ما خدمتيش. الاجواء داخل القسم كيفاش كتكون؟ خويا الاجواء داخل القسم اجواء ما فيهاش حاجه نكذب عليك، يعني كطيح مع بنادم ما عارفش هو والو معول عليك وانت تتش معول عليه يعني كيبقى في قسم والو. صافي هادشي اللي كاين وصافي. بالنسبه للمعامله ديال الاساتذه كانت خويا المعامله ديال الاساتذه كانت والو عشيري. حنايا كنا ندافعوا عليهم نهار كانوا كياكلوا العسى ونهار اخويا دابا كنحتاجهم فحال هكا ما كيعاملوناش. هادي هي الهضره اخويا اللي كاينه وصافي. كان مزيانين في المتناول في القسم، ولكن كان بالنسبه للامتحان تاع الماتش كان شويه تاع فيه شويه تاع الخدمه، خصك تخدم فيه شويه ماشي بحال تاع امتحان تاع فيزيك. بالنسبه للناس يجيو امتحان مزيان يجيو نقطه مزيان كي راه ما كنظنش نقطه مزيان للفوق ال 20 19 ما كايناش، حيت كاين شي اسئله اللي صعاب خصهم خدمه تاع بصح. كانوا الاجواء داخل الاساس الله يسلمك. الاجواء داخل الاساس لا اجواء مزيانه. بالنسبه للمراقبه واش مجدده ولا ما عرفتش؟ المراقبه عاديه، الاساتذه كاين الاساتذه اللي كيضرقوا كيغمضوا عينيهم كيتعاملوا مع الدراري، ولكن حنا ما جيناش معولينش على داك الشيء. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.